السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. سنتعرف معا في هذا الفيديو على فيفو Y12G، الجهاز الذي يأتينا من الفئة الاقتصادية. فيفو هنا تعطينا جهاز جيد جدا مقارنة بالفئة التي ينزل فيها من حيث المواصفات. سنتعرف على كل ما يقدمه وعلى السعر الرسمي الذي ينزل به، لكن قبل أن نبدأ لا تنسى الإعجاب بالنقر على الزر لايك. إذا كان لديك أي استفسار اكتب لي تحت في التعليقات. أما إذا كانت هذه أول مرة تشاهد قناتنا، لا تضيع هذه الفرصة، اشترك الآن وفعل زر الجرس لتكون متابع لآخر الأخبار والتطورات التكنولوجية أولا بأول. الشاشة هنا تأتينا من نوع IPS LCD بحجم 6.51 إنش، كما تأتينا مع Water Drop Notch للكاميرا الأمامية التي تأتينا بدقة 8 ميجا بيكسل. ظهر الجهاز أصدقائي مصنوع من البلاستيك، والفريم أيضا مصنوع من البلاستيك. كما نجد في الظهر مستطيل فيه كاميرتين خلفية. الكاميرا الأساسية هنا تأتينا بدقة 13 ميجا بيكسل، والكاميرا الثانية كاميرا ديب سنسور تأتينا بدقة 2 ميجا بكسل. المعالج هنا يأتينا من شركة كوالكوم سناب دراجون 439، معالج يعتبر عادي جدا، يعني ليس مميز ولا شيء، في هذه الفئة السعرية يعتبر جيد جدا. كما يأتينا الجهاز مع أحدث نسخة لأندرويد، الأندرويد 11 وواجهة فانتاتش أو إس 11. من مميزات هذا الجهاز أنه يأتينا مع بطارية عملاقة، هنا تأتينا بحجم 5000 ملي أمبير. الجهاز يأتينا مع مايكرو USB، يأتينا مع بصمة على الجنب سايد مونتد على الجنب الأيمن، يدعم مدخل 3.5 ملي للهيدفون جاك. وسيتوفر أصدقائي الجهاز بنسخة فقط تأتينا مع 32 جيجا للمساحة الداخلية و3 جيجا للرام، كذلك يدعم مدخل للإس دي كارد، بإمكانك إضافة مساحة داخلية تصل إلى 256 جيجا. بالنسبة للألوان سيتوفر بلونين فقط، الأسود والأزرق، ويبدأ سعر الفيفو Y12G من 125 يورو، ما يعادل 150 دولار. سعر يعتبر جيد جدا لكل ما يقدمه هذا الجهاز، جهاز من الفئة الاقتصادية بامتياز. إلى هنا أصدقائي وصلنا إلى ختام الفيديو، أشكركم على المتابعة، أتمنى أنكم استفدتم وأن الفيديو أعجبكم. لا تنسوا اللايك سبسكرايب وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. أراكم في فيديو قادم، إلى اللقاء وشكرا.